انا بشرى غزلاني 23 سنه من الدار البيضاء بالمغرب. تحت لي الفرصه ديال انني نشتغل في سن 13 سنه في مكتبه بدايه كل دخول مدرسي. دونك فكرت انني ممكن نعاون الام ديالي وانني نعفيها من المصاريف ديال الكتب ديالي في الدراسيه في بدايه كل سنه. انا دابا في سنه ثانيه كندرس علوم اقتصاديه. انا منسقة مشروع هو عباره على المشاريع المديره للدخل، وبالتالي تعرفت على جمعيه ديمقراطيه نساء المغرب وبديت كنشتغل في البروغرام اللي كتشتغل فيه من خلال القوافل واللقاءات اللي كديرهم الجمعيه. كانت من ضمن الجمعيات النسائيه الاولى اللي غنتعرف عليها هي جمعيه ديمقراطيه نساء المغرب. وانا كنت كتهمني القضيه النسائيه في المغرب، كنشوف الوضعيه ديال المغربيات كيفاش دايره، وبالتالي اكتشفت واحد الواقع مغاير للواقع اللي كنت كنشوفه، ربما كنت كنشوفه بسطحيه اكثر. المعاناه اللي كتعانيها النساء، البعد ديال الخدمات الاجتماعيه، البعد ديال المراكز الصحيه، البعد ديال المدرسه على الاطفال، مجموعه من المشاكل اللي كتعيشهم المراه اللي كيعيشهم المواطن المغربي بشكل عام، واللي كتعيشهم المراه بشكل مزدوج. هذا الشيء بان ليا بان ليا عن قرب من خلال البروغرام امالي، لانه هو اللي تاح لنا الفرصه ديال اننا نكونوا قراب اكثر من المواطن وفعلا نشتغلوا معاه عن قرب. تعرفت كذلك من خلال جمعيه ديمقراطيه المغرب ومن خلال بروغرام امالي ومن خلال القوافل اللي كنا تنمشيو لها، فعلا المواطن المغربي كيجهل تماما القوانين اللي كتحكمه. بروغرام امال من خلال انك شفتي الواقع كيفاش داير، عرفتي انك ضروري خصك تشارك. هو اول حاجه اللي كتدعمني هي ذاتيه، هي انني كنامن ان ممكن يكون تغيير.